السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون ربنا أخرجنا من هذه طارت جيشا يخشاه وحدا وعشرون قاتلوهم يعد بركة لن يكون للاحتلال موطئ قدم على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن يعطينا إشارة إلى الجهاد إلى الأبد ولن يكون من أمتنا. نعم مهما كثرت التضحيات والدماء سنبقى على العهد وسوي والأجانب وكل المسؤولين نبضى مع بعضها يا أبانيا.